بنقدم نصف دينار أموي مميز من الذهب في عصر عمر ابن عبد العزيز سنة 100 هجرية. كتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده، وعلى الهامش محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق. الظهر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الوزن 2.7 جرام، يساوي تقريبا لو مزاد ممكن يساوي 250,000 دولار. هو طبعا من العملات النادرة والحاجة الجميلة جدا، ومقدمه على سبيل ان انا بحب جدا العملات الذهبية خاصة الإسلامية. لو تواجد مع حد طبعا يبقى ثروة، لو حد يعني بس بيدور على معلومة حب يضيف ممكن يعمل سيرش بحث، يعني ان شاء الله يلاقي معلومات اكتر. وبنقدمه انا بستفيد وانت بتستفيدوا من الشكل الجميل، وطبعا المعلومة اللي احنا بنقدمها، وان شاء الله نقدم لكم كل جديد بإذن الله عن العملات الإسلامية. كل ما بنلاقي فرصة ان شاء الله نقدم قطعة او حاجة زي ثقل او وزن، قدمنا برضو حاجة عن الثقل او الوزن اوزان يعني السنج، نقدم ان شاء الله جديد بإذن الله دايما بإذن الله لكم. وانا احيانا بستفيد لان انا بدخل برضو بدور واقرأ تاريخ عشان افهم العملة دي واعرفها، فتفضلوا اتفرجوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.